لأن الموحد لا يخلد، عنده أمل من الله عز وجل أنه حتى لو دخل النار سيخرج منها إلى الجنة. لذلك يا أخواني إياكم أن تذهبوا إلى السحرة والمشعوذين، إياكم أن تذهبوا إلى من يأخذ يذبح عند القبور، إياكم أن تعتقدوا في الشجر أو في الحجر أنه يسعد الإنسان أو يشقيه، هذا هو الشرك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. Then the Prophet صلى الله عليه وسلم instantly answers the way again. He opened the way crossing the door, way will make him enter his agenda and be saved from the fire. The second one the Prophet mentioned is saved, now for make him perform the prayers. تقيم الصلاة يعني كما أمرك الله بإقامتها. The meaning of تقيم الصلاة now for pray like how Allah command you for pray. ما قال له وتصلي، قال له وتقيم الصلاة مش تصلي. He said Allah not say pray but he said تقيم الصلاة that is like perform the prayer like how Allah command you for perform. وإقامة الصلاة يجب عندما تقيم الشيء أي تأخذ به كما أمرك الله عز وجل. So when they say إقامة الشيء for make إقامة for something that you will do like how they command you for do. فتبدأ من الوضوء، كيف تتوضأ الوضوء الصحيح. Say start from the ablution. والولاء correct ablution like how the Prophet teach. ثم يبدأ لأن لازم لا صلاة لمن لا وضوء له. Because prayer correct prayer not made for the person will not get ablution. واحد نائم في الليل ثم يقوم ويقول الله أكبر، ها يبدأ مباشرة يصلي، صحيحة صلاته؟ لماذا؟ لأنه لم يتوضأ. طيب إنسان قال أتوضأ لكن وقت فغسل يديه وغسل رجليه وقال الله أكبر، صحيح؟ قالوا له لا، قال مستعجل، انا مستعجل ما عندي وقت. هذا الناس ما يفعلونه، ياتوا للوضوء يقول هكذا وهكذا وهكذا بسرعه، لا يسبغ الوضوء ورجله ممكن فيها لمعه كبيره لم يغسلها ثم يقول الله اكبر. You are also can put this back, then you come back. Then you put a foot. Sometimes some space go left or some spot go left. Now in body way, water or it. Then you can't back to pray. This is not push on this. إذن يجب الإنسان أن يتعلم كيف الوضوء الصحيح. ثم إذا جاء للصلاة يجب أن يكون مستعد للصلاة. See then, if he come for come pray, he compulsory for make it prepare very well for the prayer. عندما يصلي يصلي بالطمأنينة بالخشوع. When he pray with cool heart, then he pray with concentration. رجل يقول كأنه مربوط بحبل على الأرض. الله أكبر ما يرفع أبدا، لما يقول سمع الله حمدا يقول هكذا ويقول ينزل مباشرة. He says somebody the prayer time let's say the time neck the drone and the bron. Before the age in long time number, he pray that time prayer the first pass. بين السجدتين لا يرفع رأسه، يقول هكا ينزل مرة ثانية. He says between the two sujood where he put in for the ground, in order the age and in order the raising it, he does the age here small he put a number. هذا ما أقام الصلاة. He said this one yeah, he not perform prayer. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل مثل هؤلاء، رآه بعينه. The Prophet صلى الله عليه وسلم he see somebody they do this kind of prayer. وجاء صلى بسرعة وجاء السلام عليك يا رسول الله. قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. The Prophet answer when he greet he answer وعليك السلام say go back there go pray you not pray it. ما شاء يصلي ثاني نفس الشيء. رجع السلام عليكم يا رسول الله. ارجع فصلي فإنك لم تصل.
مرة ثالثة عمل نفس الشيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما أحسن إلا هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي بالطمأنينة. Now the Prophet صلى الله عليه وسلم he teach him how he pray easy prayer where he relax with quiet. حذيفة رأى رجل يصلي بهذه السرعة مستعجل عنده عمل. حذيفة he see somebody they pray this fast prayer he worry for him. حذيفة رضي الله عنه صحابي. صحابي حذيفة رضي الله عنه. قال يا هذا، قال له بعد ما تم، قال يا هذا لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد. If you die with this kind of prayer, you don't die out of the fitra, the natural Islam where Allah gave the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. You don't die out of it. وفي رواية قال له منذ كم تصلي؟ يعني هذه الصلاة. Another narration, Uzayfa he asked the man, he said, you this kind of prayer, almost here now you don't take for prayer. قال 40 سنة. Say 40 years. Now this is not my name. 40 سنة ذهبت. 40 full waste. لماذا؟ لأن الله في الكتابة العزيز دائما يقول أقيموا الصلاة، ليس صلوا، أقيموا الصلاة، أي كما أمركم الله عز وجل أن تصلوا. The commandment of prayer inside the Quran it is always connected to this verb أقيموا إقامة. That means they don't say no صلوا pray, but when you connect to this verb that is pray like how they command you to pray. انظروا في صلاة الجماعة عندما يصلوا جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أي التي أمركم الله بها. He said, look, the Jama'ah prayer, where they pray. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said, you must straighten the lines. He said, because for straightening the lines, he said, he not just said, no mean a salah. He not said, a part of. He said, mean إقامة. That he puts the verb, the word إقامة. That is now part of the things that really make learn the prayer correct. إذن من أراد أن يصلي الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تدخلك الجنة يجب أن يقيم الصلاة، ليس أي صلاة. See the person we want let the prayer like how the Prophet tell Mu'adh let it be the sabab for enter inside al Jannah. Let not just pray any kind of prayer, but the one way then command we for pray. واحد يسهر قريب الفجر ثم يقوم ويصلي عند الظهر الصبح. صلاة الصبح. See somebody you line all night you didn't treat. Near the soup then towards the soup you never sleep. Till we almost to go. By that time they grab now for come pray the soup in prayer. ويقول الحمد لله اللي نصلي غيري ما يصلي. See I tell them me I better pass the other one. Me at least I pray. But the other one they nothing they never pray. هو يعني أنت من على الله بإيمانك. أنت تمن على الله؟ بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان. إن شاء الله جعلك اسمك جورج أو مايكل نصراني في كنيسة. فلذلك يا إخوة يجب إقامة الصلاة. قال وتؤتي الزكاة إن وجبت عليك طبعا. Then the third one, the Prophet said, give zakat. That is, if the zakat don't be law upon you, you don't fulfill the conditions, then you forgive zakat. إذا بلغ مال المسلم النصاب الشرعي وحال عليه حول سنة قمرية يجب أن يخرج منه 2.5%. If the person in money he don't reach the nisab, that is the amount where the money is supposed to reach before they pull zakat from him. Then after that, the year don't round, then this person is a Muslim, then it means this person here, he will pull 2.5% from that in money level. وَتَصُومُ رَمَضَان قَالَ لَهُ وَتَصُومُ رَمَضَان. The other point where the Prophet tell Mu'adh, as sabab for enter inside al-Jannah, he said, I will keep the fast inside the month of Ramadan. وصوم رمضان مثل الصلاة، يجب الإنسان أن يصوم ويعرف ما هي مبطلات الصلاة، شروط مبطلات الصوم، واجبات الصوم،
كيف يصوم الإنسان، متى يفطر متى لا يفطر، صوم المسافر، يجب أن يتفقه في ذلك. Just like the prayer, the same thing with fasting. Somebody for learn, for know the rules of the fasting. What is the point fast? How for fast? If it's travel, what are the rulings that we concern? The fasting, if for severe. الناس ما يتذكروا فقه الصيام إلا في رمضان. يا شيخ أنا شربت ماء، إيش حكم الصوم؟ They say people they not remember the rules of fasting except fast month come. Say Sheikh I drink. What are the judgment for the drink one drink? رجل قبل زوجته يا شيخ أنا عملت كذا، إيش حكم الصوم؟ Somebody kissing wife. Say Sheikh I kiss my fast month Santa. What are the judgment for that? طيب عليك قبل أن يدخل رمضان أن تكون عالم بأكثر الأشياء، لأن هذه تعرفها أنك إذا حضر رمضان وأنت مسلم مكلف يجب عليك أن تصوم. So before Ramadan they come, if you don't learn many things there all, because you marry Muslim and you mature, you supposed to keep fast. Make sure say you enter the fasting with clear understanding of the rules of fasting. قال وتحج البيت. Then after that, he tell them, see, they perform the Hajj. وهو الذهاب إلى مكة بنية الحج. Then he go to Mecca with the intention of Hajj. وعلقها الله بالاستطاعة. The Almighty Allah connects the Hajj with the ability for dua. وهو الاستطاعة أمن الطريق وسلامة الأبدان والمؤنة. The ability now for do the Hajj. What it mean? Number one, the road before we save. Number two. You forget good health, you forget well body. Then number three, you are able for pay for who perform the Hajj. ومتى استطاع عنده الإنسان الإمكانية للحج لا يؤخر الحج يحج. See, at any time when somebody don't fulfill the conditions of Hajj, he don't able, then let him not delay. Let him go perform the Hajj straight. بعض الناس أغنياء عندهم المال وعندهم الصحة. Some people are gentlemen, a money man. تقول له حج، يقول لك لا 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 ما حج، أنا ما زلت شباب. He tell him, he say, go perform Hajj. Now you don't get money, you don't get a chance for Hajj. He say, me a young man first. لما أكبر ونبدأ مثل الشيخ الآن أذهب وأحج. He say, I don't carry age, maybe I don't want to let the Sheikh know. Not tell them they go now go perform Hajj. هذه بدعة من الشيطان. He say, this is a satanic بدعة this. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. Say the Prophet صلى الله عليه وسلم he say all mankind say the Almighty Allah he don't make him a law upon una for perform the Hajj therefore una go long ago perform the Hajj. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الحج فليتعجل فإنه يمرض المريض وتضل الراحلة. يعني قال إن من أراد الحج يتعجل الحج إذا عنده اليوم إمكانية، فغدا ممكن يكون مريض، بعد غدا ما عنده المال. ها؟ The Prophet صلى الله عليه وسلم he said any of una we don't fulfill the conditions of the Hajj let it go let it go perform the Hajj let it not delay. See what you do tomorrow sickness they come or you don't get that money tomorrow the money go then turn purpose in level again for perform the Hajj. لأن الشيطان قال لهم لا، لما تكبر وتتوب توبة نصوحة وما عندك شيء لا تنظر للنساء ولا كذا ولا كذا، هناك تذهب للحج وتحج ويقال لك يا حاج وتبقى رجل مستقيم. After when the Prophet don't command for men to perform the Hajj, then Shaitan can say, oh man, no go. I'm not even a young man. Then girls that they are around, he's losing your hands, still there for some things and falls. So if you go perform Hajj right now, a problem when you can't get for camp oil and back, Shaitan will discourage you. You see? Then he say, wait, wait, don't carry age, wait, don't be old man or old person. That tells me you go perform Hajj now, you have to go Bakusa again, you go there one place, you upright. Shaitan will bring this trick for make the person not able to go perform the Hajj. الشيطان يا إخوة ليس غبي، الشيطان ذكي جدا. الشيطان عنده طرق وحيل ما تخطر على بالك حتى يبعدك عن الله عز وجل. هذا من عهد أبينا آدم إلى اليوم وهو تخصصه إضلال العبيد. He said, "Shaitan is specialization from the days of Adam. Take him not to be now. How he misguide mortal man." والواحد منا يبقى في العمل 20 سنة يقول عنده خبرة كبيرة.
Somebody in Depa work for 20 years, but don't get experience for opening. الشيطان قرون وقرون يضل العبيد. Satan now in on Depa this work here for mislead much and man for centuries. قال الله لنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا جيل بعد جيل. أفلم تكونوا تعقلون ما تعرفوا عدوكم. The Almighty Allah tell me inside Quran about Satan. He said this Satan your own and he don't misguide generations, generation upon generation. Unawaka says now for no one as a good enemy. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يصبح وحين يمسي يقول اللهم عالم الغيب والغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وضبطت وشركه يعني وحي له كيف يصطادني. The Prophet صلى الله عليه وسلم narrated every morning he asked the Almighty Allah, for making the Almighty Allah save us from the evil of Insoul, then from the evils of Shaitan, then also from the trick that we Shaitan play for mislead mortal man. Shaitan يعمل يلبس عليك. ولعلنا في درس آخر نأخذ لكم ست عقبات يصطاد بها الإنسان بني آدم حتى يبعده عن رحمة الله. The Sheikh said, maybe time will be for another class wherein he will show you six traps of Shaitan where they use for fishing or for hunting the mortal man, for pull up from the straight path, then they can go to the Jahannam. بعد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى خمس الأركان، أركان الإسلام الخمس وردت في كثير من الحديث، الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، بدأ يعطيه بنافلة الأمور النافلة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. After the Almighty, the Prophet صلى الله عليه وسلم, he don't teach Mu'adh the five pillars of Islam, don't the kalima, the prayer, the fasting, the zakat, the hajj. Now he begin teach him other things then. وين دي نافلة دي سنة يبيجي تشعر على نافلة ليست فرض إذا تريدوا أن تعرفونها ها تعرفونها إذا ما شئتم نصلي ثم عرفونها بعد. The Sheikh said, now we don't know the first part of the pillars of Islam from the Hadith. He said the other side of the نافلة. If we want, we pray, then we continue. Or we continue with the class, then we pray. وأنا رأيي حتى لا نحبس بعض الإخوة الذين ينتظرون الصلاة نصلي ثم نجلس نكمل. The Sheikh said, in your opinion, some people away, maybe in the prayer you can wait, you know, you get for good other thing. He said, in your opinion, don't pray, then we continue. So you don't go all other people away, they want for good. Inshallah, jazakum Allah khair, barakallahu.